وشه، انت ما تطلعي ولا صوت وتخلي السكين مع جنبك. يلعن ابو سبا المقالب الوليات. مرحبا أصدقائي، معكم ليال من قناة يلا فلوق. جيتكم اليوم بهالفيديو لحالي طبعا لأنه بدي أعمل مقلب بيزن، صار وقت أنه ردلوا المقلب اللي عملوا فيني من قبل. قبل ما نبلش بالفيديو بس حابة أتشكركم على الدعم تبعكم، صرنا 250 صديق بالقناة، شكرا كثير لكم على كل التفاعل اللي عم تعملوا. ما رح طول عليكم، خليني أشرح لكم بسرعة كيف رح يكون المقلب. يزن بالشغل له ساعتين واصل لهني، رح دقله وقله أنه في حركة برا، عم حس في حدا على البرندة ومن هالشغلات هاي، يعني ما بعرف شو بيطلع معنا كذب بالفيديو، منشوف شو رح يصير معنا. يلا خلونا نبلش. ما عم يرد، تخيلوا يظل مطنشني هلا. ما بدي حسسه بشي، مشان هيك ما بدي نق عليه انه يرد علي هلا. ما دق لي. رح ارجع اجرب دق له مره ثانيه بس ان شاء الله ما يحس على الشيء. A few moments later. ان شاء الله يرد. الو الو، مرحبا. هلا. شو كيفك، كيف الشغل؟ ماشي الحال. شو بعدك ما نمتي؟ لا، نيمت مارك ورجعت قمت. شو لهلا؟ صارت ساعة 11:15. ما قلت بدرس شوي قبل ما نام. الله عليك يا أسطورة. شو كم واحد اليوم انتو؟ نحن ثلاث في كل عادية. شو عم تعمل؟ قاعد عم دور على شو اسمه؟ على لابتوب، وهيك كنت اشوف شي لابتوب افكر للمونتاج. شو هالاصوات هاي اللي حدك؟ ولا شي، صوت الكرسي. استنى استنى شوي، حاسي في صوت على البرندة. شو؟ حاسي في صوت على البرندة. يا عمري لما يكونوا عيلا سفرين برا كالعادي، كل مرة بتعملي هالفيلم هذا في اصوات شباب وفي صوت برا وما بعرف شو. عن جد في صوت برا. دعسات حسيته صاروا بالبيت، صاروا بالبرندة. لا كله برا قاعدين عم دخنوا أو شيء كالعادي. لا لا لا، في صوت عن جد يزن، في شيء عم ينجر على البرندة، في الغراض عم يتاخذوا على البرندة. كيف عم يتاخذوا الغراض على البرندة؟ لا 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 لا، ليك انا رح اطفي، رح حسس انه ما في حدا بالبيت. انا هيك طفيه الضو يعني. رح اطفي، انا ما عاد قادره اكذب عليه، رح اضحك. كنت طفيت، رح حاول انه ما رد عليه مره مرتين، يدق لي وما رد عليه. عم يدق لي. خلي شوي نشغل باله مع الاشي، ما بعرف اذا اقتنع. الو الو، لك وين عم تروحي؟ وين رحتي؟ ليش سكرتي الخط؟ يا يزن هون هون، صاروا هون عم بقول لك في صوت على البرندة. يا الله ما بعرف. يا يزن ما بعرف. انت بتاكدي في عالم على البرندة ولا لا؟ بدون ما تقعدي تخيليني يكونوا برا عند اخر الدنيا مفكرتين على البرندة، لانه صوت غير بيودي. لا لا عم بقول لك على البرندة يا يزن، مشان الله شو بدي اعمل. لا الله يا الله. مسكرة برادي الشقة منيح؟ كلهم كلهم مسكرة كل شيء. طيب بتروحي بتروحي بسرعة على المطبخ، بتفتح الدرج، بتطالي أكبر سكين وبتحطيه حديك، يا أول شغلة. شو بدي اعمل فيه للسكين؟ باب الشقة مقفول؟ لك اه كله مقفول، حتى مطفية الاضواء وقاعدة. بس يا الله انت يا الله، شو بدي ما بعرف. انت بتعرفي ما فيني اطلعني مقتولي بالشغل. شش يزن يزن. شو؟ صار الصوت كثير قريب. وين يعني قليل عن حياتي؟ قليل عن حياتي.
لك خليهم احسن شيء انه خليهم ياخذوا الاغراض، ياخذوا كل الاغراض اللي برا، بس ما هم يعرفوا انه في حدا بالبيت. دخلك يا زلمة معي ماركاني، وانت بتعرف اني بخاف. يا عمري طولي بالك، يا عمري طولي، الله يرضى عليك، لا تقعدي تبكي قدامي. خليهم ياخذوا كل شيء عادي، بس انت مو تخلي معك السكين وعصايب وخبطي اذا حدا فات على البيت وعيطي. انت بتعرف انه ما فيني اعمل هيك، كثير بخاف. بلا بتعمل هيك يا الله. تن يروحي. والله صدق، والله ما كنت متخيلي رح يصدق. انه انا كثير بمرق من هون عالم، بسمع صوت اصوات كثير وبرعبه بالليل. بتوقع صدق، لانه من كم يوم كنت عم اساله عن شغلي عن البرندة، وان كنت عم خطط للمقلب هذا. كنت عم اقول له انه انت شلتها من هون، قال لي لا، ومن شغلي ما في ماركي يحركها من محلها يعني. فقلت له اكيد الاولاد تبع الحاره يعني فايتين ومحركين او عاملين شيء. ما بعرف لأيمت بقدر مطمط معه بالقصة يعني، بس انه ان شاء الله بس ما يحكي مع الشرطة يكون كثير وضعنا تمام. حسنا يدق، ما بعرف حسنا يدق، قل لي ولا دق له أنا. ألو ألو ريال، ما تطلعي ولا صوت. ها أنا صوت بالسيارة اللي بجي على البيت ورح دق للشرطة. ما تطلعي ولا صوت، وتخلي السكين معك جنبك واستنيني. لا تعملي شيء ولا تحركي ولا تساوي شيء. استني شوي بس تدق. بدي ارجع ادق للشباب بالشغل، قول لهم اني بدي فليت وبدي ادق للشرطه. يلا باي. ايوه هلا شو بدنا نعمل؟ صار وقت انه نحكي معه ولا بستناه يوصل لنص الطريق وبعدين بحكي معه؟ بتخيل انه ما فينا نمطمط اكثر من هيك، لانه يزن رح يجيب الشرطه. فرح ادق له وقول له انه هذا كان مقلب. والله يجينا بس شو رح يساوي. الو وينك؟ لو وين صار وينك انت؟ ليك يلا بدي اجي خلص. شو صار معك؟ خدانك ما عاد تحكي بطي صوتك. انت شو عم تضحكي؟ لانه مقلب وانت اكلته. يلا بقالك ولا يا استدنك. الله يلعن الساعه. الله ينزع من فيك يا ليالي. طب والله ما تخيلت انك انت تتصدق انه هيك عم بعمل يعني. تخيلت امك خلص قول لك يلا الله ييسر لك يا عمري، انه راح اشتاق لك كثير ولا شو يعني؟ تخيلتي. طيب قول باي للكاميرا. يلا على ابو الكاميرا ابو بطال. يلا فكر بدك تحكي. طيب يلا شو طيب. يلا لا حول الله يا الله دخيلت. أنا أسفي روحي. لا حول الله يا رب. أسفي والله ما تخيلتك إنك عن جد تصدق يعني. حسيت المقلب كثير بايخ بس ما توقعتك تصدق. أنا حمار أساس. أنا ليش ما عمل فيك مقلب؟ أنا ما بعرف. رديته ولا ما رديته؟ ردتين يعني. والله العظيم قال لي شو سويت فيكي مقلب؟ استفزيتك بس، ما كانش في ابدا تهديد بالحياة بالخطر ولا بعرف شو. بس انا شغل. بس انا شفت تعليقاتك على المتابعين انه بدك تعمل كثير مقالب فيني وما بعرف شو، فقلت خلص صار لازم اتحرك يعني. تعليقاتك فع برجه في المقلب الجاي راح اعلمك كيف يخاف الواحد. انا بعدني رحمك لانه بعرفك تنجلطي دغري. لا طب خلص، ما هي وحده بوحده وخالصين. طيب اسا ليك هلق انا عم بصور. يلا بدكش تقول شي للمتابعين وانت هيكي ما كل مقلب ومعصب وكذا. شي مخضومة. بدي انهي الفيديو اذا حابب انت تشارك بنهاية الفيديو. شباب الكن على اي مقلب، خليها تكره المقالب وتيجي تبص لي ايدي تقول لي بشرفك خلص ما عاد نعمل مقالب بالقناه تماما. ما بيطلع لك معي، ما بيطلع لك معي، قلت لك لا تبلش بالمقالب. لهون بيكون خلص الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه.
تشاو.